تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين. وقام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وسعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي بتفقد مشاريع الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، حيث أوضح سعادة الوزير أن الوزارة انتهت من تطوير نظام تصريف مياه الأمطار بمنطقة جري الشيخ. كما قام سعادة الوزير بالاطلاع على استراحة جري الشيخ، حيث أوضح أن الوزارة تقوم بأعمال تطوير للاستراحة، مشيرا إلى أن جميع المشاريع ذات الطابع الخدمي والتي تعنى بتطوير البنى التحتية والمرافق والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة في شتى المجالات في مناطق البحرين تقدم من أجل المواطنين وبناء على احتياجاتهم. وفي ذات السياق أكد خلف بأن الوزارة قامت بعدد من المشاريع المتعلقة بمياه الأمطار بمنطقة وادي السيل، وذلك على ثلاث مراحل. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تتواصل هذه الجولات الميدانية بالتعاون والتنسيق مع الأخوة أصحاب السعادة النواب وأعضاء المجالس البلدية، واستعرضنا عدد من المشاريع الخدمية التي ستقوم فيها الوزارة، بناء عدد من الحدائق والاستراحات في هذه المنطقة لخدمة سكان المنطقة، وأيضا عدد من المشاريع الأخرى خاصة المرتبطة بتصريف مياه الأمطار، والتي انتهت الوزارة من المشروع وادي السيل، وهناك بعض المشاريع المكملة لهذا المشروع، وأيضا عدد من الشوارع الرئيسية مثل شارع ولي العهد وشارع الشيخ سلمان. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب سمو ولي العهد وإيمانا منه بالتعاون بين السلطات هو أساس أي نجاح، زارنا اليوم الأخ سعادة وزير الأشغال والبلديات، وذلك بهدف الاطلاع على المشاريع اللي هي من طبيعتها ذات نفع تطلع إلى المزيد من المشاريع التي بلا شك هي محط اهتمام وتغيير لدى الحكومة الموقرة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.